الجزء الأول باش يكون فيه حديث على المأساة هذه، إضافة إلى متابعة الخيط الدقيق الفاصل الذي يبدأ بتجنيد شبابنا في أتون معركة الإرهاب في الداخل والخارج. المسألة هذه باش يسلطوا عليها الضوء، خاصة أمام إحصاء جلب الانتباه كثيرا أنه على عدد 6000 تقريبا اللي قاتلوا من شبابنا في الخارج يوجد أكثر من 1600 طالب تونسي. هل أصبحت الجامعة التونسية تخرج مشاريع للإرهاب أكثر من مشاريع لكفاءات تشتغل تفيد نفسها وتفيد بلادها؟ هذا السؤال اللي باش نطرحوه اليوم.